السوق العشية نولي نسخف حيلولية من كل حاجة نشري حية باه صبر روحي شوية أنا في المغرب تفرح عيني كي روح اللي مدير فيني يلجوع باي باي يخديني ما يدري ملتلي عيني زيد نخدمها بخيمة جبوبي نشربونا كل مكتوبي خلي نمسح كل ذنوبي أنا يا شره سيدة لحنها علا وزادت حفها حسني والله في يومي صعد لها وكملها ولسه يمين اهداها والله هيا سبحان الله هذه كسخانة ولا وشنو اشو هذه الحالات البلاد ياكلها تقول انا فرمي يابا حضرين البلاد مهجورة ياكل حبيبي تبلي لا دارنيير فوار نجي البسكرة ياكلها خلي انا يطلع على بروق ديما يقول لي روق عبروق مي عافيك الشالور هذيان ندخل نموت ديريك كيما يقولوا ناس نتاع البكري يموت شباب انا نهضر عليك وانت تبيبيني الو وينك عبروق خاليه يا الو صحيت صالح ماشي صالح فافا رمحو معك خاليه يا موح والله لعبك سنة في صالح بين صحيت من صباح وانا سنة فيك ازرب لي زيب لي حضاري ما وراك مور لي وين اجي راك هاني في لا 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 السنتيفين انتا جديدة انتاكم مور لي وين اجي السنتيفين كبيرة مال وذا يزرب لي راني نقصة واحد العصر انت ديان كيلو وقف عذل الباب الدخلة تاع الباب عند البورتاي دوبل بورتاي اقسم بالله عثمان علي وتا عند الحق كي يقولك لعب هذا لا طواكس لا والو هيا يا وراك هذ وين جبت جهه قعدت على الباب يا صاحبي راني في السنتي في لا لا قرا لا لا قرا تيرا صاحبي قول لهم تجيني قيديوك تجيني قيديوك للباب يا وعلاش قالك انا برصاتي اللي راني نمشي والله باشو هاي صح هاني جاي بوب يا خليه لا الا سخانه تقتل عندك لا يموت لي ذاك موح ولا واش نسرع له مش مال بالجوال ويرم الحضاريات حضاري هلا هيا اخويا اديني سنتي في جديده ولا قديمه جديده وجدان على قديمه جيك 30 ميل هذه ليه سيدي تجيني 30 ميل سيدي عترا شريك معاك في الحضاري ولا هاي وراي في الدوره تركب ما تركبش يا ودي اديني ب 15 كيما الناس السلام عليكم روح الله لا يتربح لك رمضان ان شاء الله فهمت ان شاء الله يخرج عليك بوليسي ببروسي ان شاء الله يقبضك الليل ينسل لك ايامك تاكسي فرود يا فرود تدينيش خويا السنتي فيه ب 15000 هذاك ما عنده خوك تفضل خويا تفضل نديك هاي هنا قسما عمي شويه العرس هذا اللي راكم دايروه هنا رمضان مو مدير انا شهيد ولا قران ولا حاجه عنديك 15000 اللي تشرد دركا سيدي وراه هذا هاني في سنتي في وينك في سنتي في يا سيدي ما فهمتش انا هذه سنتي في غير على راكب وين القاشي يدري متلمد واش كاين واش كاين اخويا واش كاين يو كاين واحد داي يخبرك منو عندك اه اذا موح هذا موح واش راكم ديروا نتوما متلمدين عليه كبلوا جهات القرعه تاع الماء هات الماء هات هاي واش هي موح حتى تبنقص من عزرينك واش جابك في السخانه هذه واش جابك وانا ما عرفتك يكذب عليا قال ما نجيش ها الشاليم اللي عندكم هاي يا سيدي هاي اه من عمي هاي اخويا هاي قاري منا طوموبيل قدامها شويه ركبوا سيد خليه نروحوا هاي منين هزيتني رجعني هاي بركه طلعت شعل الكليماتيزير شعل هذا راه شويه راه هذا ودايق وكان دايق درك في الروض هاي يا سيدي اركب اموح اركب انا
نحسب بلي ما عندكمش البنيان بروك اخويا. كيف هذا ما عندناش البنيان؟ يا وياسر منكم انتم اللي حاطينا بلي رانا نقولوا احنا خيم وبدو وسحاري وبرور، مالكم هذا مالكم؟ يا ذي راه يقولوا لا عروس زبان يا وقريبي ناطحة سحاب ونبنوها هناك ما شايكش فايق. الله يبارك حق ربي ما حطيتها شباح ياكل كيما هكذا. يا ما شفت والو. يا بابا الخضار الميوهات ربي بارك يا صاحبي. يا وحنا سيدي زرزور هذا راه اكثر من البحر تاعكم. كيش انا صدق الزرزور دايك يا الواد كيف ما تعرف سيدي زرزور يستبرقوا به القراب والبعاد. مليحه اخو عاش الله مليحه. ونديك لمشون نشرك راسك ثم تحبسوش بيه كذا شونش القضرار والواد يمشي والناس تسقي فهمت ترى يا فلام كبيرة الصورة ثم عدنا في مشون وشوف في جيت القنطرة وفي جيت الأمور ويهضرب بالزفع الحفرة ماشي ذا ذي الحفرة ذاك يلحفر ذلك ويش نقول لك احنا رام عم بالك قال لك باللي راي بيسك رسخانة كبيرة قال لك لازم نقعروها كله بالحفر 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 باش تستبرد شوي يديرونا الريسكلاج بس ما سكلاش نتاع لاتر لا 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 راضي تاعنا احنا يحفروا ياسر مليح راكم مطورين بزاف علينا ياكل اسمراي مربى الله ندركم وانتم واش عندكم عندكم لا الصيف تعيشوا فيه ما كاينش من غير الصيف ما كان والو عندنا عندنا الجبال عندنا ياكل البحر اش كي بسكرا ما تكتبش على روح انتم ما عندكش البحر يا وحنا دقلة نور اللي عندنا دقلة نور اللي عندنا يا مو يا خويا يا والله يا واحد كيما انت تسخف عليها فهمت ريح وليدي ريح ريح راك ما شفت والو معنا هنا هنا بسكرة عينك مش حتقدر تقمض مع عينيك ما كاش منها هيا اخويا قد حقك تا ايه هات برك هات ايه ما عليش اخويا اشوف انا راو حاسبني كي عدوك هيك اخوك وكون لي كي عدوك قولي قدها انت يا ما تقولي لا ايه قدا خالي انا نخلص ما كاش حتى مشكل ماشي مشكلة يا كشري احشم شوية اللي نقولها لك اموت احشم شوية رانا مازلنا في الفروض ما كاش ذوك نرجعك لسنتي فيه احنا راهو اللي جينا ضيف فرنك نتاعو ما نخرجوش فهمت هات بك من بعد مدلك هيا روح وسالك هذا وسالك علي وروتور روح هذا بارك الله فيك فهمت اموت احنا المثال اللي يقولوا عدنا تلف الضيف وما تغرش بيه هيا مخلوقة خلف طريق الراجل وجاي معايا من بعيد هذا الراجل واش قصته اللي جايبو والعرس مازالو نهارين علاه جايبو اليوم يقضي فمك تدوري يسمعي يسمع اش بيكي بديتني نتابع عد القاطو ما هو واجد حاجه ما هي واجده وجايبه لي درك واش ندير بيه انت علاه ديري بيه جايبو لك بعد ديري بيه انت هي ولا يا اخي نهارين كيف هذا نهارين ما وجدتي لا قاطو واش قاعده ديري ها واش قاعده ديري ديجا شوفي ها وجاب ربي ما يعرفش العربي سيسيه مليح كل سمعك راه وروح ام عندنا من نيف لقبالك ماكش على بالك بيه اقضي لقبك هيا روح شوفي ما طريق وسدي هيا لا هيا موح هيا خش خش ربي يستر في هذا العام سبعة ساعة صيام نشبع نوم حتى ننتان والمغرب مازال ما يبان في رمضاني نقول لكم في نهار اخذوني خير لكم الدنيا راهي تدور بيا كرشي راهي تستر عليا كينا فضل السوق العشية نولي نسخف حيلولية من كل حاجة نشري حية باه صبر روحي شوية أنا في المغرب تفرح عيني كي روحي اللي مدير فيني يلجوع باي باي يخذيني الميدة راي ملتلي عيني زيد نخدمها بخيمة جبوبي نشربونا كل مكتوبي خلي نمسح كل ذنوبي انا يا شره ومغلوبي القصيدة لحنها علا وزادت حفها حسني والله في جوبي صعد لها وكملها ولسه يمينا